السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مؤذن المسجد يحجز مكانين لرجلين بحجة أنهما كبيران وأنهما مواظبان على الحضور إلى المسجد، وأنا أذهب إلى المسجد قبلهما، وقلت له إنه لا يجوز له فعل ذلك، فهل قولي هذا صحيح؟ إذا كان يأتيان ولو متأخران وهم ملازمون للمجيء فلا بأس بحجز المكان لهما وقربهم من الإمام. نعم، أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.